صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول أحد المعاصرين إن الصوفية هي عين التوحيد، ويقول إن جذورها يرجع إلى السلف الصالح، فما رأيك؟ توحيده هو، يقصد توحيده، ما هو توحيد المسلمين، توحيده هو. نعم، كيف هذا توحيده؟ السلف الصالح يعني سلف الصوفية، ما هو السلف الصالح الصحابة والتابعين، سلفه هو، يعبر عن نفسه، ما هو بيعبر عن المسلمين. نعم.